بسم الله الرحمن الرحيم. هنتكلم النهاردة عن معلومة خاطئة شائعة عن طبلة الأذن اللي اتخرمت. شائع عند كتير من الناس انه مدام طبلة الأذن اتخرمت يبقى لازم عملية، وده كلام مش مظبوط. قليل اللي بيحتاج عملية. طبلة الأذن اللي بيحصل فيها ثقب على حسب حالتها في أغلب الحالات بتستجيب للعلاج، بالذات في الأطفال الصغيرين أو في الناس في متوسط العمر. المهم ان احنا نزيل السبب اللي تسبب في ثقب طبلة الأذن مع متابعة وعلاج. في الغالب طبلة الودن بتلم وما بتحتاجش عمليات ترقيع ولا حاجة. يا رب تكونوا استفدتم، وشكرا جزيلا، أشوفكم على خير.